منذ وصلت إلى هذه القرية تعرضت لعدة مواقف غريبة ومثيرة، وبعدها قررت البقاء في منزل السيدة رجاء. عصام، عصام. عصام، عصام، أين أنت؟ عصام، يا إلهي عمتي. هيا عصام استيقظ. ما هذا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ لماذا جئت إلى هنا؟ سامر، فهمت، جئت إلى هنا ليلة أمس. ما زلت نصف نائم عصام، العمة بانتظارك. الحق بي، هيا، ولن أقول لأحد إنك وقعت من سريرك، هيا. لم أقع من سريري، لم أعتد على النوم في مكان مثير كهذا. لذيذ. لماذا تأخرت يا عصام؟ صباح الخير عصام، هل أنت جيدة؟ صباح الخير عمتي. عصام، يا لمنظرك، ربطة العنق ليست مرتبة، وقميصك أيضا، ويجب أن تسرح شعرك. يا إلهي. ما الأمر؟ يا إلهي، يوجد بعوضة على خدك، لماذا لم تغسل وجهك؟ ألا تعرف الصابون والماء؟ عفوا، الصابون والماء؟ أين المغسلة؟ أنا في الحقيقة لم تغسل وجهك، أليس كذلك؟ هذا سيء، اغسل وجهك حالا. هيا. هذه رسالة بخصوص النقود الذهبية التي وجدتها، إنها ورقة القرض، اقرأها ووقع عليها. لا أعرف القراءة سيدة رجاء. حسنا، فهمت. هذه الورقة تثبت أن القاضي يأخذ المبلغ للاستثمار ويعطيك بعد موافقتك درهما واحدا يوميا كمكافأة لجهودك يا عصام. لا أعرف ما أقول، أفضل عدم الموافقة. لا أستطيع، إنه مالك ويجب أن تتدبر أمورك. هيا. ما المشكلة الآن؟ هيا. أنت لا تعرف كيف تكتب اسمك. عصام. طعام. من آداب المائدة عدم الثرثرة. عصام. ما بك؟ عصام. ماذا فعل؟ من الأفضل لنا أن نحضر له أستاذا خاصا يعلمه. ما هو الأستاذ الخاص؟ إنه شخص يعلم الدروس ومبادئ الأخلاق في المنزل. هل يدرس سامر في المنزل أيضا؟ عصام، إنه أستاذ خاص لك. عفوا، لي أنا؟ أجل، لأنك ستذهب إلى المدرسة مع رفاقك في بداية العام الدراسي. المدرسة؟ لا تفعل ذلك، أحضرت لك شيئا لذيذا.
يمكنك أن تأخذ نصفه. عصام، أعرفك إلى معلمتك. مرحبا. سامر. اخرس أيها الفتى. سيدة رجاء ساعديني. سيدة رجاء ساعديني. عندما تكبر ستبدأ بالعمل وستقع في مشاكل إذا لم تنفذ ما هو مطلوب منك. ماذا ستفعل إذا طلب منك جمع عدد لن يستخدمك أحد؟ من أين ستعيش حينئذ؟ لا أستطيع أن أعيش لوحدي، لا أستطيع. لن تخرج من هنا أبدا. ستدرس كثيرا حتى تصبح رجلا عظيما. لا مستحيل، لا أريد أن أصبح رجلا عظيما. دعيني وشأني، دعيني أذهب. النجدة، النجدة، النجدة. حسام، حسام، حسام. حلم. ماذا حدث؟ لما ترتجف حسام؟ سامر ساعدني، لا أحب المعلمة الخاصة. سامر أرجوك ساعدني، أريد إبعاد الشر بأي وسيلة. هل أنت متأكد أنها في السفينة يا سامر؟ أجبني، أنت متأكد من ذلك؟ أجبني. هل أنت متأكد أنها في السفينة؟ نعم، هذا ما قالته العمة. سامر انظر هناك، إنها شريرة تماما كما رأيتها في المنام. فهمت، إنها حقا شريرة. أعطني العلبة سامر. موافق يا حسام، هيا اذهب. مرحبا، أنا سعيد برؤيتك، كنت بانتظارك. عفوا، أنا لا أعرفك ولم أرى وجهك من قبل يا فتى. أنا أعرفك جيدا يا سيدتي. أول مرة أزور القرية. في الواقع سمعت عنك من عمتي ورأيتك في أحلامي أيضا. هدية بسيطة من أجلك. عمتك؟ أوه تذكرت. ماذا أحضرت؟ ماذا فعلت لزوجتي؟ آسف، آسف سيدي. اعتذارك لن يهدي ثورتي عليك. يا لك من صبي شرير. انتظر، انتظر أرجوك، لا تضرب الأطفال. يا آنسة، لا علاقة لك بالأمر. ابتعدي، قلت ابتعدي. حقا، إن زوجتي مزعجة جدا. أيها الشرير، سامحتك هذه المرة، لكن لا تكرر ما فعلته. اعتذر، لا تخف أيها الفتى، لا تخف. أنا آسف. يا لك من فتى. اعتقدتها المعلمة. حظنا سيء جدا اليوم، يا له من يوم مزعج فعلا. هل كانت الآنسة إيمان في السفينة يا ترى؟ سامر، عصام، السيدة بانتظاركم. أدخلا. نحن هنا عمتي. أقدم لكما معلمتكما الآنسة إيمان، إنها ابنة أختي. رأيتها في الحلم. أقرصني سامر. مسرورة بلقائك يا عصام. أه؟
المعلمة كانت مختلفة تماما عما رأيته في منامي، ومع ذلك فالدرس ليس سهلا، يقولون إن المنام يعكس الحقيقة. عصام، إنه اسم جميل، هل يمكنني أن أدعوك عصام؟ أجل. شكرا لك عصام، ناديني إيمان إذا أردت. أجل آنسة إيمان. عصام، سمعت عن تصرفاتك المشاغبة من عمتك، وعرفت أيضا أنك لا تذهب إلى المدرسة. أنت تعرف هذا ليس شيئا جيدا، أدرس بجد واجتهاد حتى تصبح رجلا صالحا في المجتمع. عصام، هذا يحتاج منك إلى الابتعاد عن الشغب الذي... عصام، عصام انتظر، عصام انتظر. إنها الشر بعينه، وجهها مختلف، ولكنها قالت ما سمعته في الحلم، ادرس حتى تصبح رجلا عظيما، لن أستسلم بسهولة. أعرف أشخاصا درسوا كثيرا ولم يصبحوا شيئا، صدقوني أصدقائي. ولكنها جميلة جدا. ألا تعرف أن بعض الوجوه تكون لطيفة ولكن باطنها شر؟ أجل، إنه على حق، ومن الشر أن نكذب ولو مرة واحدة. ماذا سأفعل؟ إن الخوف يكاد يذهب بروحي، أنا خائف جدا. أكتب كلمة تفاحة. لماذا توقفت؟ لا أستطيع أن أكتب، الحبل يزعجني كثيرا، هل يمكنك ربط قدمي؟ ستكون الكتابة أسهل والأمر سيان. كما تشاء عصام. شكرا. هل ستفك الحبل وتهرب؟ إياك أن تفعل. لا، لن أفعل، لن أفعل ذلك. إذا كنت لا تثقين بي فاسحبيه. لا أراك عصام، أين أنت؟ انتظر. لقد خدعتني عصام. لم أخدعك، لقد ربطت الحبل بطاولات الدراسة آنسة إيمان. لا. عصام، كيف حال الدرس؟ عفوا. أجل، كل شيء على ما يرام خالتي، لم يعتد على الأمر بعد، لكنه يحاول جاهدا، ألا تعتقد ذلك عصام؟ كاذبة، تدعي أني أحاول أن أدرس. عصام، لا أريد خالتي أن تحزن، صدقني أن الجميع يحاول أن يهتم بك، والدك أيضا يريدك أن تدرس وتنجح يا عصام. من قال لك هذا الكلام؟ والدي يقول الدرس إضاعة للوقت. ولكن والدتك تريدك أن تنجح. والدتي؟ أنا لا أعرفها. لكن عصام، عدني بشيء واحد فقط، أرجوك عدني. أثناء الدراسة لا تهرب من الغرفة، هل تعدني بذلك وعد رجل يا عصام؟ شكرا لك عصام. سامر وأصدقائه، هيا، لا أريد أن أرى أحدا هنا بعد الآن، هيا. عصام، أخلفت بوعدك مرة أخرى؟ خالتي، هل رأيت عصام يخرج من هنا الآن؟ لا، لم ينزل أحد أبدا، ماذا حدث إيمان؟ لا شيء. عصام، لن أسامحك هذه المرة عصام. يبقي عصام، انتظر انتظر. انتهى أمري، لقد أخلفت بوعدي مع الشريرة، صدقوني. لماذا؟ لا أعرف السبب، لم أكن مهتما وقد أجبرتني على الوعد، لابد أنها ستستخدم حيلها، ولكني لن أستسلم، لن أستسلم أبدا. هل تريد أن تعرف حقيقة هذه الشريرة يا عصام؟ ماذا؟ ما الأمر؟ إنها أفعى، خذ الأفعى وضعها في غرفة الشريرة، الشريرة لن تفزع منها، لكن السيدة العادية ستفزع. فهمت، والآن لنذهب للبحث عن أفعى، هيا.
هاي حيسام حيسام. فعلت ما بوسعي والباقي يتوقف على قوة عصام. عصام عصام لا تستسلم للمرض عصام. الإسعافات الأولية ساعدته كثيرا، أتمنى أن يكون على ما يرام. لأني ربطتك بالطاولة، عقلك ثائر كنهر متدفق ولا أحد يقف بوجه نهر هائج، لكن عصام سأنتظر حتى تحتاجني. أرجوك تحمل، أرجوك عصام تحمل. حرارته مرتفعة. يا إلهي ساعدني وساعد عصام أرجوك أرجوك. لا أعرف كم ليلة نمت، أشعر أني رأيت أحلاما كثيرا لكني لا أذكرها، أشعر أن أياما وليالي مرت بسرعة. عصام عصام. أنسة إيمان صباح الخير. أنسة إيمان عصام. لا أستطيع أن أتنفس، أرجوك أنت لك شيء جميل. تفضلي، سمكة لذيذة اصطدتها من أجلك. أريدك أن تأكليها، إنها لذيذة جدا. أنا آسف أخطأت بحقك أنسة إيمان، سامحيني أرجوك سامحيني. لا بأس يا عصام، أنا أيضا كنت مخطئة، ولكن إذا أردت إهدائي شيئا فعدني أن تستمع لي ساعتين يوميا. أعدك أعدك أنسة إيمان. لا تكتب الكلمة هكذا، هذا خطأ يا عصام. هاي لا تزعجون أرجوكم، عصام يدرس
كونا صبورين. أوه عصام، عصام لم تمضي ساعتان بعد، هربت؟ أنا أحب الآنسة إيمان كثيرا، لكني لا أستطيع أن أدرس معها، فأنا عصام المغامر.